بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الزلف الاخونت، ان شاء الله لا فيديو تاعي تلقاكم كامله بخير وبصحه جيده. نوصلوا اذا دائما مع حلويات العيد. اليوم نقترح عليكم هذه الحلوى، عباره عن يعني عجينه الصابلي نحشيها بالنسلي كراميل. هذه الحلوى تجي بزاف بنينه. نروح مباشره للمقادير. عندي هنايا 250 غرام تاع المارغرين، زوج حبات بيض، نص كاس تاع سكر ناعم سكر غلاسي، شويه تاع خميره الحلوى ولافاني. قبل ما نبدا دائما حطيت قرصه تاع ملح في هذاك الطبسيل. نضيف عليها اذا نص هذه العلبه، يعني عباره عن 250 غرام تاع المارغرين، هذه كيما ترفد 500 غرام كيما راكم تعرفوا. نضيف نص كاس تاع سكر غلاسي، هنا درت نص كاس ماشي كاس، يعني كيما موالفين في العجينه الصابلي، لانه هذه العجينه يعني راح نعمرها ومن بعد بالنسلي كراميل كيما قلت لك. والنسلي نعرفوها يعني يجي بزاف سكري، بس كيفي يعني نقص شويه تاع السكر هنايا. نخلط اذا هذه المكونين مع بعض، السكر ولا مارغرين وقرصه تاع الملح كيما قلت لك، وشويه تاع لافاني بيان سور. هنا المارغرين تاعك مش متنحيهاش ديريكت من الثلاجه تخدمي بها، لا لا خليها شويه يعني باش تطرى لك، تسهل عليك الخدمه. نضيف اذا هنايا زوج حبات هذوك تاع البيض، نواصل نخلط شويه قبل ما نزيد في الفرينه، يعني باش ينسجموا المكونات تاعنا. طبعا هنايا عندي لا ليفور، راح ندير شويه برك ابان يعني نص مغرف صغيره تاع القهوه هاي ليك، يعني ما تسحقش هنايا العجينه تتنفخ ولا، يعني باش تحافظ على الشكل تاعها. نضيف طبعا هنايا الفرينه حتى نتحصلوا على عجينه الصابلي العاديه. هاي لك اذا العجينه اللي نتحصل عليها. درك هنايا عندي هذو لي مول تاع سيليكون، عباره عن نص قرص كيما راك تشوفي، وعندي هذا المول المدور تاع الصابلي العاديه. هاي لك راح اذا نخدم فيه بهم يعني في زوج. نبدا بهذو نعمرهم كاملين. طبعا هنايا عندي 24 يعني حبه، هنايا يخرجوا 24 حبه. نسبق في هذو اذا نعمرهم كاملين، والعجينه اللي راح تبقى لي ندير هاد الدوائر تاع عجينه الصابلي. وكي نحي هكا بالموس كيما راكي تشوفي، نحي هذوك الزوائد تاع لاباط. تقدري تخدمي شكل اخر تاع الليمول هادو، يعني يجيو ثاني شابين. هنا كملت اذا كامل العجين، هذا الاقراص عمرتهم كامل كما تشوفي. درك نروح نطيبهم طبعا ونكمل العجينه تاعي. هنا خديت هذا السنيوه طبعا نطيب بها، حطيت هذاك ما نطيبوهاش هكا كيما حطيتها دركا، لا لا قلبيها هاي ليك هكذا كامل لي مول تاع سيليكون طيبوهم بهذه الطريقه هاي ليك، يعني باش
العجينة تاعنا تحافظ على الشكل تاعها. نكمل طبعا لي صابلي العاديين اللي وريت لكم الدوائر هادو، يعني باش تكون كقاعدة للأقراص هادوك تاعنا. هنا كنت طيبتهم في زوج، يعني طيبتهم شوية برك ما تحمريهمش مليح. هاي لك إذن الكاتو تاعنا كيفاش تجي، يعني هادو تاع سيليكون يعني ساهلين، يعني باش تنحيهم بلا ما ديري لهم ني زبداني والو. هاي لك طبعا هذاك الفراغ الوسطاني راح نعمره بالنسبة لي كما قلت لك. هنا عندي شوية تاع الكاوكاو يعني ريحته مليح، انا هنا ريحته بقشور يعني باش يجي بنين. انتي لحبيتي ديري لوز ولا جوز ولا اي حاجة عندك، ولا حبيتي تعمريهم ثاني بنواد كوكو يعني يجي بزاف بنينة ثاني لنواد كوكو مع هذه الطلية. هنا عندي النسلي هذه تاع الكراميل، هاي لك ناخذ شوية منها ونخلطها مع الكاوكاو هذاك اللي كنا رحينا. هنا الحشوة يعني تبقى اختيارية، حبيتي ديري لا كونفيتور ثاني مع الكاوكاو يجي مليح. هنا نضيف شوية تاع المارغرين يعني باش تحافظ على الطعم تاعها، امام يعني لقدم الكاتو تاعنا يبقى هكاك طري. شوية تاع لافاني تقدري يعني تستغني على لافاني باسكو ديجا هي الكراميل تجي مليحة. نعمر إذن هذو كل الفراغات بهذيك النسلي، ومنها يعني تكون كلاصق مع الكاتو الأخرى هي اللي راح تلصقها. كملت اذا كامل الكميه اللي عندي، يعني كما قلت لك خرجوا لي سوا سوا، انا خرجوا لي 24 حبه من هذوك الاقراص وخرجوا يعني 25 من الاخرى، يعني ما يعني بقات لي غير وحده زايده ما عندهاش هذا القرص تاعها. هنا كما راكي تشوفي يعني ذوبت الشوكولا العاديه، ذوبتها اوباما طبعا. Thank you.
تكون عجبتكم وتجربوها في الدار، ولا عجبتكم بيان سور ديروا جيم لا فيديو.